أهلا بكم. باشر مجلس إدارة الشركة المشتركة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عمان بحث خطط تنفيذ المشروع المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان لربط ميناء صحار العماني بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار. وأكد المجلس على أهمية تبني أفضل الممارسات بما يتعلق بالإطار المؤسسي للشركة لتمكينها من تأدية مهامها وتبني أعلى معايير الأمان والسلامة والاستدامة العالمية لتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين، فضلا عن رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود بين البلدين من خلال ربط المنافذ التجارية بشبكات السكك الحديدية. مشروع يخدم البلدين، يخدم منظومة النقل بشكل عام في دول الخليج، يخدم موقع البلدين اللوجستي، وحاليا ما يخفيك ان المنافسات اللوجستية اصبحت كمناطقية وريجن مش كدول منفردة. فوجود ربط لموانئ العمانية ومينا صحار بالتحديد مع موانئ الامارات سواء في مينا خليفة او مينا جبل علي او مينا الفجيرة، وتوحيدهم وتشكيل وحدة واحدة من الموانئ مع المناطق الاقتصادية العامة بشكل رافد ودعم قوي للاقتصاد في البلدين. فكرة المشروع في البداية بتكون ربط ميناء إصحار وولاية إصحار للركاب والبضائع بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. يعني بشكل آخر أن مدينة أبوظبي العاصمة، دبي، الشارجة، الفجيرة، الظفرة كلها بتكون مرتبطة بسلطنة عمان عن طريق ولاية إصحار. المدة الزمنية مثلا بتكون للراكب تقريبا 100 دقيقة بين صحار وبين أبوظبي، أو 47 دقيقة بين العين وبين أبوظبي. هذا بيقلص الرحلة. طبعا تكلفة الرحلة بتكون تكلفة يعني كومبتيتيف أو تنافسية مع وسائل المواصلات العامة.